السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم حلقة جديدة من ميوتك جيمز، لكن هالمرة معنا شيء مختلف. تذكرون لعبة جاكي شان صح؟ حقت سوني وان اللي يضرب. الآن جاكي شان هذا الزمان، الرجل الأقوى في هذا الوقت. طبعا هو عمنا معيد. لحظة صمت للعم معيد. فيه كم هائل من الدروس طلعت بهذا المقطع اللي انتشر. طبعا اول شيء اشكر 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 هؤلاء الاطفال اللي عرفوا اول شيء بنفسهم، واخوهم الدلخم دلغم واللي مختنه ناشفه. انا صراحة استمتعت الحقيقة بالتعريف اول شيء بطاقم العمل. عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم ولد خالتي واخوي هذا الدلخم جربع الحلو، والثاني تنتنج احنا وابو مختان ناشفه يلا نلع. بالنسبه للحارس المبدع اللي صد البلنتي، ترى هذه نقطه ما حد تكلم عنها، ترى صد بلنتي حنا نبيه، انا شخصيا انا نبيه يلعب مع الهلال بدل خوينا يلعب معهم، ما شيء يلعب مع الهلال. انا يا اخي انا محلي مليت. بعدين للمقدم اللي يقول اعطونا لايكات وسبسكرايبات ودوشوا عشان يعطيكم زحف من والدي. طبعا المحزن بالموضوع انه لما قال انسانكم تبون طقطقه ملعونه والدين، سبحان الله العقاب اتى من الله اولا ومن ثم العم معيض لانه لعن. ضرب مباشر، فتح الباب وضرب، ما فيه حركات ذولاك السيوف المبارزه كذا. ها المهارة الثانية من العم معيض هذه ممكن أحد ما انتبه لها، ما ضرب كذا، لاحظ مو كذا، لأنه لو ضرب كذا يمكن ينحاش الفريسة يروح، شفت شلون؟ بس ضرب كذا. بالنسبة أنك تناظر يمين وتضرب بيسار، حركة مربع إكس هذه إبداع. هذا شيء. الشيء الآخر التربية، يلا ضفوا المراكي، اوكي لزخهم، التربية اولا يلا ضفوا المراكي، ورغم ذلك ويضف المركات لا يدرك. اهم نقطة اهم نقطة اهم نقطة في هذا الوقت جاكي شان هذا الزمان هو العم معيض، لازم نوقف نصفق له.